بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، صباح النور، صباح السرور، صباح الحبور، صباح كل ما هو جميل ورائع على هذه الحياة مشاهدي الكرام في إطلالة صباحية وفي هذه المساحة الصباحية من برنامج قهوة الصباح من مجموعة من المحطات والفقرات اللي محضرينها لكم طاقم إعداد هذه الحلقة، اللي نوجه لهم كل التحية والتقدير. صباح متفائل يحمل لكم كل الخير بمشيئة الله. صباح الخير أيضا لطاقم العمل ولضيوفنا الأكارم، ونقول أيضا صباح الخير لحوراء وكنك بردانة وإيش بالضبط ورايحة؟ لأن أمس تكلمنا عن رياضة المحركات، فمن كذا عشان كذا في أي دراجة أو أي سيارة ممتاز. سبورت إن شاء الله، اللبس جاهز. هو بينه وبينك اليوم مهرجان مسقط راح يكون حفل افتتاح، وفي ألعاب ومناشط متعلقة بهالجانب، خلاص إن شاء الله إن شاء الله، ليش لا؟ يعني قاعد تضغطي عادي، أنا أضغط نفسي. طيب صباح الخير مشاهدينا الأحبة لأفراحنا وضحكاتنا الجميلة وللبدايات المزهرة وأيضا للتفاصيل اللي تصنع منا يوم جميل وممتع. نتمنى بإذن الله أن تأخذوا برفقتنا أوقات سعيدة وماتعة من خلال متابعتكم لجميع محطاتنا ومواضيعنا المتجددة لهذا اليوم. نوجه لكم كل التحية مشاهدينا الكرام، ومباشرة على الشاشة أبرز محطات حلقة برنامج قهوة الصباح لهذا اليوم. أولى محطاتنا مشاهدينا الأحبة رح نتحدث عن المركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين. وفي فقرة الصحافة نسعى جاهدين لتقديم أبرز العناوين والأخبار الصادرة في صحفنا المحلية. وأيضا قصة نجاح، سنكون قريبين من مصممة الأزياء هدير الجابرية. ومحطة أيضا نقضيها للحديث حول الأسبوع المسرحي الثالث بالكلية التقنية بالمصنع. ومحطتنا الأخيرة تراثنا هويتنا ومجد أصالتنا. محطات خفيفة اليوم محضرها للمشاهدين الكرام، إن شاء الله تعالى أنها تنال رضاهم واستحسانهم إن شاء الله، لأن يوم الخميس مختلف عن كل الصباحات دائما لكم. بإذن الله تعالى نرجوه دائما كذلك ونتمناه مشاهدين الكرام. وحلو اليوم بما أن الخميس، ونذكر أيضا بافتتاح مهرجان مسقط 2019، إن شاء الله تعالى الكثير من الفعاليات والمناشط المتجددة التي نتمنى أيضا أن تقضوا برفقتها وبصحبتها أوقات ماتعة وشائقة بصحبة الأهل الأطفال وكل ما هو جديد ومفيد إن شاء الله. إذن مشاهدينا الأحبة الآن رح ننتقل مباشرة إلى حالة الطقس، وبعدها رح نتواصل معكم، كونوا معنا. عودة إليكم مشاهدي الكرام إلى فقرة الصحافة. في جريدة عمان الابتداء، جلالة السلطان يتلقى دعوة السبسي لحضور مؤتمر القمة العربية 30. سلاح الجو السلطاني يحتفل بتخريج دفعة من الضباط الطياريين والجويين. وأخطاء الدفاع والحارس أدت للخسارة بهدفين من أوزبكستان. طبعا احنا مع كل الأمنيات إن شاء الله تعالى لتحقيق النجاح والنتيجة إيجابية في القادم مع مباراة اليابان. ربما كانت أخطاء يعني غير متعمدة أو غير مقصودة، ولكن لا بأس، القادم أجمل وأفضل بمشيئة الله تعالى. نروح إلى فقرة جريدة الوطن. والتربية والتعليم تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العربي لمحو الأمية. منتدى التوجهات الرقمية للثورة الصناعية الرابعة يفتح مجالا للنقاش حول التقنيات الجديدة
وآلية توظيفها في السلطنة. والإعلان عن تأسيس المجموعة العمانية للاتصالات وتقنية المعلومات. هذه كانت أبرز العناوين والأخبار الصادرة في صحفنا المحلية، حاولنا جاهدين استعراضها لكم بعد الفاصل القصير. أيها الكرام، وننتقل بكم مباشرة إلى الوقفة الحوارية الأولى في برنامجنا لهذا اليوم، فنرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. يا بلادي فلتعيش مولاي فلان،
مشرقة بحب عمان، وإن شاء الله هذا العطاء يزهر دائما في قلوب المخلصين من أجل عمان الحبيبة. إن شاء الله مشاهدينا الأحبة، يوم السبت أيضا يحتفل المركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين بتخريج الدفعة الأولى من متدربي المركز. التفاصيل بإذن الله ستكون مع ضيفتنا الكريمة الأستاذة هيفاء بنت محسن اللواتية، مدير دائرة تقييم العائد التدريبي ومسؤولة وحدة التقييم بالمركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين. أهلا وسهلا فيك يا أستاذة وصباحك جميل. حياكم الله، صباح النور والسرور. مقدما نبارك لنا ولكم أيضا تغريق هذا الفوج الجديد الأول أساسا، كون الدفعة الأولى من خريج المركز ومتدربي المركز المهني. طيب قبل أن نتكلم عن حفل التخرج والاستعدادات وكم عدد الخريجين وإلى ما غير ذلك من كلام، خلينا نعرف المشاهدين الكرام عن المركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين. المركز التخصصي في الحقيقة قصته شوية طويلة من زمان، يعني بدأت بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة بضرورة مراجعة نظام التعليم في عمان، وبعدها يعني نفذت عدة دراسات في الوزارة، دراسات دولية ومحلية ومن خلال هذه الدراسات تم التوصل إلى ضرورة وجود مركز متخصص في تدريب المعلمين يكون طويل المدى وخططة تكون استراتيجية. فدشنا المركز في سنة 2014 وبدأت برامج التدريبية، وهي برامج طويلة المدى. الرؤية الأساسية للمركز هي تمكين المعلم العماني بحيث يكون له دور فاعل في تطوير العملية التعليمية بمعايير عالمية علشان نسهم في تطوير جودة التعليم. ايوه هذا نهدف لمجموعه من الاهداف، يمكن ممكن نركز على 3 أهداف رئيسيه. الهدف الاول هو تطوير المعايير المهنيه وتوظيفها. فعندنا معايير للمعلم وللمشرف ولمدير المدرسه، وهذه المعايير هي المحور اللي يشتغل عليها المركز في برامج التدريبيه، وهي ايضا للمعلم انه هو كيف يقيم نفسه من خلال هذه المعايير بدون ما ينتظر حد انه يقيمه، فهو يقدر يعرف نفسه هو وين واصل. الجانب الثاني المهم هو بناء مجتمعات تعلم مهنية، إنه أنا كيف كمعلم أو تربوي في المدرسة يعني أخلق شراكات مع زملائي بحيث إن إحنا نطور بعضنا البعض، وهذه الشراكة تكون في داخل المدرسة وفي المدارس القريبة وعلى مستوى المحافظة وأيضا على مستوى جميع المحافظات أيضا. وأيضا التركيز على البحث العلمي، وهذه ركيزة واجد أساسية يعني في المركز. البحث العلمي على عدة مستويات، في البرامج التدريبية المتدرب نفسه يسوي بحوث علمية، وأيضا عندنا وحدة مختصة بالبحث العلمي، وهذه الوحدة تركز على البحوث الاستراتيجية طويلة المدى، ممكن تكون مدتها سنة وسنتين، وتتوصل فيها لنتائج نطور فيها عمليتنا، وأيضا يعني ترفع فيها نتائجها لاتخاذ القرارات الاستراتيجية على مستوى الوزارة. جميل. طيب أستاذة، كم عدد الخريجين إن شاء الله اللي راح يتخرجوا يوم السبت، وأيضا البرامج اللي سيتم تخريجها في هذا الحفل بإذن الله؟ إن شاء الله بيتخرج معانا 1883 متدرب و83 متدرب أو خريج من 7 برامج. المجموعة الأولى من البرامج هي برامج الوظائف الإشرافية اللي هي مدير المدرسة، برنامج القيادة المدرسية يستهدف مدير المدرسة ومساعد المدير، وعندنا برنامج الإشراف ويستهدف المشرفين التربويين، وبرنامج خبراء شركاء المركز، وهذا البرنامج يستهدف المعلمين الأوائل. وبعدين عندنا 3 برامج حالياً للمواد التخصصية، العلوم والرياضيات واللغة العربية. وعندنا برنامج المعلمين الجدد أيضاً راح يتخرجون معنا. نعم. طيب سؤال القادم أيضاً أستاذ هيفاء، يعني أنتم كقائمين على المركز التخصصي للتدريب المهني، ماذا يعني لكم يعني هذا الحفل كتخريج أول دفعة من هذا المركز؟ أعتقد مشاعر مختلفة عن غيرها من المشاعر التي قد يكون لتتالي أيضا حفلات التخرج والدفعات والأفواج. سبحان الله، أمس أتكلم مع واحدة من زميلاتي وأقول لها صار لنا سنة ننتظر هذا الحفل ونستعد له، يعني ونراجع الأعداد ونراجع الأعمال والتقييم والاستعدادات كلها، فخذانا صراحة وقت طويل لأنه هذا أول حفل يعني نسويه. هذا الحفل يعني أنا صراحة أسميها عرس للتربية، كأن يعني هذا العرس نحتفل فيه بفوج من المعلمين والتربويين أصحاب الهمم العالية، لأن هذا الدفع الأولى
هم أكثرهم كانوا راغبين وحدهم أنهم يشاركوا في برامج المركز، ما كانت البرامج إلزامية في ذاك الوقت، فهم اللي سعوا بنفسهم أنهم يعني يطبقوا يتعلمون أشياء جديدة في برامج طويلة مدتها سنتين، ويطبقون معانا هذه الأشياء ويجربوها في مدارسهم ويدخلون في بحوث علمية. فكانت تجربة صراحة يعني طويلة وجميلة، واستفدنا من هؤلاء الناس، يعني احنا طورناهم وهم طورونا، فكان التطوير صراحة متبادل في كدفعة أولى، وحسينا بحماس المعلمين، حسينا برغبتهم في التغيير، حسينا بإيمانهم العميق بأنه احنا لازم نطور مدارسنا ونطور تعليمنا، وهذا يعني وحده شيء كبير صراحة، انك انت تشوف كل هؤلاء في يعني في زخمة العمل وفي تعرفون في ضغط العمل وهذه صحيح. الأمور كنا نحس ان هذا الأشياء اللي هي تصبرنا وتريحنا وتحسسنا بالسعادة ان احنا قاعدين فعلا نحقق شيء من خلال هؤلاء المعلمين والتربويين. في نفس اليوم راح يكون التخرج 1883؟ نعم، او كلهم ان شاء الله. لا كلهم راح يكونون في نفس اليوم، بنبدأ من الصباح الساعة 10 صباحا يبدأ الحفل، وإن شاء الله بنخلص على تقريبا الساعة 2 إن شاء الله. جميل. طيب أستاذة، يعني البعض ممكن يتساءل إيش هي البرامج التدريبية اللي تلقاها الخريج من بداية دخوله في هذا المركز إلى آخر يوم وهو موجود معكم؟ برامج المركز مثل ما ذكرت هي برامج طويلة المدى، يعني برامج استراتيجية. نعم. هدفها في الأساس أنه نركز على المعايير المهنية، بحيث أن نحن نطور من المعلم والتربويين الآخرين المشاركين في هالبرامج، ونركز على جوانب معينة مثل التعلم النشط، مثل البحث العلمي، مهارات القرن 21. لكن يعني هذه البرامج قد البعض يقول أنها موجودة يمكن في برامج قصيرة أخرى، لكن أنت في البرامج القصيرة ما تضمن حصول التغيير الحقيقي في المدرسة أو عند الشخص في عمله اليومي. من خلال هذه البرامج الطويلة المدى اللي صار أنه صارت تغييرات حقيقية عند المعلمين، وتغييرات فعلا في أدائهم داخل المدرسة. زائد أنه إحنا في برامجنا المعلم أو التربوي لما يحضر البرنامج هو ما يروح يطبق بنفسه، هو لازم يشكل معه فريق صغير داخل المدرسة، فالمعلم يشكل يعني يكون فريق من 2 من الزملاء يدربهم على الأشياء اللي هو تعلمها ويقيم معهم ويجربون مع بعض الأشياء اللي نفذها. نفس الشيء مدير المدرسة يكون عنده زميل من مدرسة أخرى يسميه الصديق الناقد، فهو صديق لكن ينقده ويعلمه كيف يطور من أدائه، وكذلك المشرفين. هذه البرامج يعني مثل ما ذكر طويلة المدى، مدتها أقصر البرامج عندنا برنامج المعلمين الجدد مدتها سنة واحدة، وأطولها برنامج القيادة المدرسية مدتها 2.5 سنين. متوسط البرامج عندنا مدتها 2 سنين، كل برنامج فيه 4 موديولات تقريبا، يعني البرامج المتوسطة 4 موديولات. ممتاز. كل موديول فيه 3 مكونات. المكون الأول هو التدريب المباشر، يجي المتدرب مع المدرب ويحضر التدريب المباشر، ويكون في القاعة الواحدة مشاركين من جميع المحافظات التعليمية، ونركز هنا على تغيير القناعات، تغيير الاتجاهات، وبعدين يتم بناء علاقات معهم مع وجود جانب معرفي. المكون الثاني هو التعلم الإلكتروني، يدخلون على المنصة الإلكترونية ويقرؤون بعض الأشياء، يمارسون بعض الأنشطة، وبعدين تكون في حوارات مهنية للنقاش فيها. والمكون الثالث هو التطبيق في بيئة العمل، تكون عنده قائمة بالأشياء اللي هو راح يطبقها، تركز على الجوانب المهنية في عمل الفعلي الحقيقي، ويقوم بتطبيقها، وبعدين يكتب تقارير حولها ويقيمها ويشوف كيف كان أداءه. مثلا المعلم مطلوب منه أنه يصور مثلا مقطع فيديو الحصة اللي نفذها، وبعدين هو يقيمها إيش كان ممكن يسوي أفضل، أو كيف مثلا هذه الحصة كانت جيدة، كيف تأثيرها على الطلبة. البرامج في السنة الأولى كلها تركز على الجانب المهني بشكل أكبر، في السنة الثانية في جانب مهني كبير 60%، لكن في عندنا بحث أيضا يقومون فيه. فالبحث يخليهم يعرفون كيف يقيمون نفسهم وأدائهم ويوصلون لنتائج، لكن بطريقة علمية صحيحة. نعم. فهذا يمكن الشيء المختلف عن البرامج الأخرى. جميل. طيب أستاذة هيفاء، يعني إلى جانب كل ما ذكرتي أيضا من برامج سلفا، وإلى أن وصلتم الآن إلى لحظة التتويج وتخريج أيضا هذا الفوج الجديد الذي يضم 1883 خريج، نسميهم خريجين، كيف قيمتم أساسا السنوات التي مضت وانصرمت من حيث الاستفادة أساسا للملتحقين بهذا المركز؟
التقييم عندنا على عدة مستويات. أول شيء عندنا حضورهم للتدريب المباشر، فيه تقييم أسبوعي، يعني لما يحضر المتدرب هو يبين إيش وجهة نظره في البرنامج، هل عنده ملاحظات مثلا على المدرب أو عنده ملاحظات على المادة التدريبية، هل يشعر بأنه هو عنده الثقة الحين أنه يطبق الأشياء اللي تعلمها في المدرسة أو لا. هذا مستوى من المستويات. أيضا في كل مكون من المكونات الثلاثة فيه تقييم، يعني في التدريب المباشر في عندنا تقييم تقريبا 30%، يكون في أعمال معينة لازم ينجزها المتدرب، تفاعله وإلى آخره. في التعلم الإلكتروني مشاركته في الحوارات المهنية لها 20%، وأيضا في التطبيق في بيئة العمل لها 50% من الدرجة الكلية. فهو لازم ينجح في الثلاث مستويات هذه كلها، في الثلاث مكونات كلها. غير عن هذا احنا عندنا في نهاية كل برنامج تدريبي نقيم البرنامج، فتكون عندنا اجتماعات نسميها فوكس جروب، مجموعات مركزة نجلس فيها مع بعض المتدربين ونسألهم بعد مرور سنتين في آخر موديول كيف يقيمون البرنامج، إيش الأشياء اللي كانوا محتاجينها وما حصلوها، أو إيش الأشياء الموجودة واللي مفروض أيضا نستمر فيها. بالإضافة لهذا عندنا وحدة البحث قامت ببحث استراتيجي تقيم فيه البرنامج هذا بعد ما انتهى من التطبيق والمتدربين خلاص أنهوا البرامج، مدى استفادتهم ومدى تأثيره على الطالب وعلى المدرسة من وجهة نظر مدير المدرسة، من وجهة نظر المعلم نفسه. طبعا مثل ما تعرفون التغيير في التعليم يعني ما رح يصير بسهولة، فيحتاج له من 5 سنوات فأكثر، ولكن على الأقل هذه كانت مؤشرات أولية بيّنت لنا وين كانت نقاط القوة فعلا في البرنامج. يعني حتى في هذا البحث تم الأخذ بآراء الطلبة، هل الطالب يعني لما يدرب معلم متدرب معانا في المركز أو طالب آخر ما دربه المعلم هل يحس بفارق؟ الفوارق ما كانت كبيرة لكنها موجودة ويعني مؤثرة كانت صراحة، وهذا خلانا نعرف أن إحنا ماشيين في الطريق الصحيح مع الاستمرار في التصحيح والتعديل بحيث نضمن أنه النتائج إن شاء الله في المستقبل تكون أفضل. طيب أستاذة سؤالي، الحين هذه البرامج هل هي إجبارية أو اختيارية أن المعلم يخوض مثل هذه البرامج التدريبية معكم في المعهد، يعني مثل معلمين اللغة العربية، مادة الرياضيات وأيضا مادة العلوم؟ طبعا هذه البرامج اللي بدأنا فيها 7، الحين هم 9 برامج، فعندنا قاعدين نستمر في البرامج التخصصية أيضا. شوفي في البداية الدفعة الأولى كانت البرامج اختيارية وشارك فيها عدد كبير، لكن برنامج المعلمين الجدد هو برنامج إلزامي. كل معلم جديد يدخل في النظام التعليمي لازم يمر بهذا البرنامج. الشيء الثاني، السنة الماضية صار في توجيه أنه عندنا المعلمين اللي ينتقلون إلى الوظائف الإشرافية اللي هو معلم أول ومشرف ومدير مدرسة، لما ينتقل من وظيفته السابقة إلى وظيفة أخرى طبعا يمر ببعض الإجراءات والاختبارات، يكون منتدب لمدة 2 سنين. في هذه 2 سنين كان في السابق يعني يخضع لبرنامج تدريبي وأيضا بعض الأعمال، وهذا الحين صار لا، لازم يخضع لبرامج المركز التخصصي. فالحين من السنة الماضية عندنا الدفعة هذه بعدها إن شاء الله بتخلص هذه السنة أصبحوا ملزمين أنهم يشاركون في هالبرامج، ومع السنوات القادمة إن شاء الله بتصبح جميع البرامج هذه ملزمة لجميع المعلمين أنهم يدخلوا فيها. أستاذة هيفاء، يعني تحدثت عن البرامج ذكرا ربما لمسمياتها، ولكن ربما المشاهد الكريم لديه فضول معين يعني أعرف عن طبيعة هذه البرامج، هل هي برامج نظرية أساساً تقدم؟ هل هي فيها نوع من التطبيق العملي، في أفكار، في وسائل، في أدوات ربما مبتكرة تتيح للمعلم أو المعلم المشارك والمشاركة في هذا المركز وفي هذه الدورة مثلاً أنه يطلق العنان لقدراته وإبداعاته لمزيد أيضاً من الأفكار المتجددة في التعليم والتدريس؟ أيوة، برامج المركز أصلاً تم بناءها على أساس أنها تكون برامج عملية وتطبيقية ويكون لها تأثير مباشر في داخل الغرفة الصفية وداخل المدرسة. يعني مثلاً عندنا البرامج المواد التخصصية يكون مطلوب من المعلم أنه ينفذ استراتيجيات معينة، من أهم الاستراتيجيات التعلم النشط، مهارات القرن 21 مثلاً. هذه المهارات يعني تخلي المعلم أنه كيف ما يعطي المعلومة جاهزة للطالب، لكن يخليه هو يكتشف المعلومة ويحاول عن طريق الأنشطة يوصل للنتيجة مو بالطريقة التقليدية العادية. فهذا مكون
أساسي من مكونات البرامج. ويمكن ذكرت لكم أن عندنا إحنا واحدة من المكونات اللي هو التطبيق في بيئة العمل. فهذه طبعاً تفتح المجال للمعلم أنه يجرب أشياء كثيرة. يعني من الضروري أيضاً أن نقول أنه معلمين أصلاً كانوا يقومون بأشياء جميلة في المدارس، وهذا شيء كنا نشوفه مع كثيرين منهم. لكن اللي صار مع المركز أصبحت هذه الأشياء أكثر مقننة، وصار المعلم يعني لما يطبق الأشياء يعرف يقيمها بطريقة صح، ويعرف هل أنا أستمر مثلاً في هذا الشيء، هل هذا يناسب طلبتي أو لا. وصاروا يجربون أشياء جميلة. يعني عندنا مثلاً في برنامج المعلمين الجدد زيارات ميدانية، أنا معلم رياضيات وين ممكن أخذ طلبتي علشان أطبق الرياضيات مثلاً في الحياة العملية. نعم. راحوا إلى بعض المباني ودخلوا المباني المعلمين، هي يعني مو علشان أن يشوفون المبنى، ولكن علشان يجربون القياسات كيف ممكن تطبيقها وكيف نسويها، بحيث لما يودون طلبتهم يقدرون يطبقون نفس هذه الأعمال. نعم. فهي تفتح الآفاق للإبداعات هذه. وطبعا ما شاء الله معلمين مبدعين. نعم. يعني لكن اجتياز المعلم والمعلمة أساسا لهذه البرامج، هل هناك معيار معين كمقياس محكوم خلاله، أو فقط الاختبارات العملية، أو فقط أنه يحضر هذا كافي؟ لا لا، لازم هو الموديول الواحد مدته فصل دراسي كامل. فهو يحضر معانا أسبوع تدريبي ويقيم في هذا الأسبوع ويسلم أعمال ويأخذ عليها درجات. في درجات معينة؟ في درجات 20% من 30% من الدرجة في التدريب المباشر. بعدين عند التعلم الإلكتروني تقريبا مدته حوالي من 4 إلى تقريبا 4 أسابيع، وأيضا يقيم عليه 20% من الدرجة. وبعدين عندنا التطبيق في بيئة العمل تقريبا من 4 إلى 8 أسابيع، وأيضا لازم يقوم فيها بأعمال ويوصل للمعايير بحيث أنه يجتاز إلى 50% من الدرجة. طبعا هو لازم يحصل على 50% على الأقل في كل مكون من المكونات الثلاثة علشان يجتاز البرنامج. وفي حالة عدم الاجتياز نعطيه مجال أنه هو يعيد وكذا على أساس أنه يقدر يجتاز البرامج. جميل. طيب سؤالي أيضا أستاذة، طبيعة الشهادات اللي راح تمنح أيضا للخريجين؟ بالنسبة للمعلمين الجدد بتكون شهادة الممارسات المهنية للمعلمين الجدد. وبالنسبة لبقية البرامج راح تكون دبلوم الممارسات المهنية. نعم. جميل. طيب المعلمين والمعلمات الآن اللي راح يتخرجوا إن شاء الله تعالى يوم السبت الموافق 12 يناير الجاري، كم سنة تقريبا كانوا موجودين داخل المركز؟ تقريبا سنتين إلى سنتين ونص. سنتين لسنتين ونص. أيوة. وحفل التخرج راح يكون بالقاعة الكبرى. أيوة. في جامعة بالمركز الثقافي بجامعة سلطان قابوس. نعم صحيح. طيب أنتم كقائمين أيضا على هذا المركز أستاذة هيفاء، ما هي ربما أبرز الرسائل التي ينبغي أن تصل للمشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة من المعلمين والمعلمات أيضا الذين سبق لهم وأن التحقوا بهذا المركز، أو من سيلتحقون مستقبلا إن شاء الله تعالى لمواصلة المشوار؟ أول شيء أحب أشكر المعلمين والتربويين على مشاركتهم في هذه البرامج، وهذا يدل صراحة على حماستهم وعلى اهتمامهم بالتعليم وعلى أنهم راغبين في التطوير بشكل مستمر، وهذا لمسناه يعني من خلال برامج المركز. أنا أحب من خلال هالمكان أوجه لهم رسالة، أقول لهم أنتم رائعون، أنتم متحمسون للتعليم. هذا لمسناه من خلال الفترة الماضية اللي كنا فيها مع بعض معاكم. يوم السبت إن شاء الله نحتفل معا بهذا العرس التربوي، نحتفل بإنجازكم هذا الجميل وصبركم طول هذه الفترة على التعلم. هذه مرحلة أولى، وإن شاء الله بتكون في مراحل لاحقة علشان نطور تعليمنا ونطور طلبتنا إن شاء الله في المدارس إن شاء الله. كيف هي استعداداتكم للحفل إن شاء الله يوم السبت؟ والله على قدم وساق. يعني احنا طول الاسبوع رايحين وراجعين على الجامعه ونتاكد من جاهزيه الاشياء والشهادات والى اخره، تعرفي تفاصيل كثيره. يعني الحفل راح يكون تحت رعايه معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني ان شاء الله تعالى، مجددا في القاعه الكبرى بالمركز الثقافي بجامعه السلطان قابوس. ومن الان نقول ايضا مبارك لكل الخريجين والخريجات. شكرا. نعم. شكرا لك يا استاذه هيفاء بنت محسن اللواتيه، مديره دائره تقييم العائد التدريبي ومسؤولة وحدة التقييم بالمركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين. شكرا لكم. إذن مشاهدينا الأحباء نتواصل معكم أيضا نحن في قهوة الصباح. الآن رح ننتقل مباشرة إلى موجز الأخبار وبعدها لنا عودة، كونوا معنا.
مشاهدينا السلام عليكم من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، نحييكم وهذه عناوين العاشرة صباحا. وزير النقل والاتصالات يؤكد تأسيس شركة تقنية الاتصالات الفضائية لتنفيذ مشروع القمر الصناعي. اجتماع التنمية الاقتصادية والتعاون في مجال الطاقة بمسقط يؤكد على أهمية رفع مستوى المشاريع الاستثمارية للطاقة بين منطقة الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية. بتكلفة تجاوزت 92 مليون ريال عماني إسناد عدد من المشاريع التنموية، من بينها إنشاء وصلات وتقاطعات وجسور طريق الباطنة السريع الحزمة 7. وسلاح الجو السلطاني العماني يحتفل بتخريج دفعات جديدة من الطيارين والضباط الجويين. ومجلس الأمن الدولي يبحث زيادة أفراد بعثة المراقبين الدوليين في اليمن للإشراف على وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع. تركيا تقول إنها لن تتوانى في شن عملية عسكرية لحماية حدودها ممن تصفهم بتهديد لمقاتلي الأكراد السوريين. كانت هذه عناوين الأخبار، نلتقيكم بعد أقل من ساعة في نشرة مفصلة. في أمان الله. التواصل جزء من صناعة التاريخ. الشغف يقودنا لخدمتكم، يدفعنا قدماً. معكم نطلق أفكاراً جديدة ونستمد قوتنا من قيمكم. ستجدوننا دوماً بقربكم أينما تحتاجون إلينا. نسعى لإيجاد قيمة مستدامة. نطلق العنان للأفكار ونبني مستقبل الاتصالات. رؤيتنا مستقبل أفضل، وجهودنا إنشاء منظومة متكاملة للاتصالات، بها نثري حياتكم ونربط عمان بالعالم. رؤية طموحة دائما تعزز التواصل بين الأفراد وتوفر فرصا واسعة لقطاعات الأعمال. شراكاتنا العالمية تمكننا من تقديم المزيد وتجاوز الحدود والمساهمة في تنمية الوطن. والعمل نحو غد أكثر إشراقا يشكل الناس محوره وأساسا. الاستثمارات الاستراتيجية تتيح عمقا استراتيجيا وقفزة نوعية وفرصا للنمو، وتمكننا من الوصول إلى آفاق أرحب مما يقرب العالم لكم. عمان تل، لأننا معكم نسوي العجب. عودة إليكم مشاهدي الكرام، وتحية صباحية أيضا لكل من يتابع برنامجنا ولكل من سينضم تباعا. أيضا نوجه له كل التحية والتقدير إن شاء الله تعالى. استفادة طيبة وماتعة نرجوها لنا ولكم. هذه المرة سنتحدث في المحطة القادمة مشاهدين الكرام عن الأسبوع المسرحي الثالث بالكلية التقنية بالمصنعة،
وأكيد راح يبتدي إن شاء الله تعالى في 13 من يناير الجاري هناك في الكلية بمحافظة جنوب الباطنة. تفاصيل هذا الأسبوع المسرحي وما فيه أيضا من عروض نتعرف عليها إن شاء الله تعالى بوجود أخونا عباس بن خميس العجمي مسؤول العلاقات العامة بجماعة المسرح بالكلية التقنية بالمصنعة. حياك الله يا عباس وصباح الخير وحياك الله في برنامجنا. وشوفك اليوم ما جايب حركات كذا ألعاب خفة وأدوات وكذا. صباح النور. أول شيء أخوي سيف اليوم بعيد عن الألعاب الخفة، اليوم عند المسرح. اليوم عند المسرح. حياك الله معنا عباس. عباس في البداية نتحدث عن الأسبوع المسرحي الثالث اللي إن شاء الله راح يكون بالكلية التقنية في المصنعة. كيف هذا الأسبوع سيكون أيضا نقلة نوعية للجماعة بعد النسخة الأولى والثانية؟ الأسبوع المسرح الثالث طبعا احنا بدايتنا كانت في 2016 الأسبوع المسرح الأول، وبعد الأسبوع المسرح الثالث الثاني الأسبوع المسرح الثالث راح يكون اختلاف كبير وتطور أكبر بإذن الله تعالى. راح يكون في مشاركة خارجية، منافسة خارجية راح تكون فيها جامعة صحار، وأيضا في راح تكون في عروض موازية أيضا خارجية من خارج الكلية، بالإضافة راح تكون هناك ورش راح تقام في الأسبوع المسرحي وأيضا الجلسات التعقيبية. جميل. يعني هذا فيما يتعلق بالأسبوع المسرحي الثالث بالكلية التقنية بالمصنعة، ولكن أيضا أبرز ربما الاستعدادات والجهود أيضا المقدمة إلى حين انطلاقة هذا المهرجان أو الأسبوع. والله الاستعدادات إحنا من شهر 9 جالسين نشتغل على الأسبوع المسرح الثالث، والحمد لله رب العالمين الخطة اللي عديناها ماشيين عليها صح، وبإذن الله الأسبوع المسرح الثالث راح يكون بشكل أكبر وأفضل يعني. جميل. لو نتحدث أيضا عن الفرق المسرحية أو أهم العروض إن شاء الله المشاركة معكم في هذا الأسبوع. نعم. العروض راح تكون في أربع عروض مشاركة. أربع عروض هي المنافسة. أيضا في عندنا عرضين للشارع وعرض موازي في الأسبوع المسرحي. إذا ما نتكلم عن العروض المشاركة المنافسة، ثلاث عروض من كلية التقنية بالمصنعة. احنا طبعا جماعة المسرح تقسمت إلى ثلاث مجموعات، وكل مجموعة راح تقدم مسرحية، والعرض الرابع راح يكون مثل ما خبركم خارجي من جامعة صحار. نعم. أهمية المشاركات أيضا الخارجية في المهرجانات أو الأسابيع أو الملتقيات أو التجمعات التي تقيمها معظم أو مختلف الكليات بس. هو طبعا المسرح يشمل الجميع، وطبعا احنا خلينا المشاركة خارجية يكون التعاون بين المسرحيين الممثلين في شتى المجالات المسرحية يعني. نعم. جميل. طيب كيف سيتم التقييم أيضا، تقييم هذه الفرق المسرحية والعروض المسرحية؟ طبعا في هناك لجنة تحكيم مختصة في المجالات المسرحية من حيث الإخراج والتمثيل وأيضا السينوغرافيا بشكل عام. نعم. طيب أبرز الأهداف والتطلعات والرؤى التي تسعون أيضا لتحقيقها يا عباس من خلال إقامتكم لهذا الملتقى ولهذا الأسبوع، يعني في نسخته الثالثة، يعني سلسلة متتالية. نعم. ومتوالية أيضا من البرامج. الأسبوع المسرحي هو احنا هدفنا منه إعداد كفاءات شباب قادرين على الدخول في جميع شتى مجالات المسرح من حيث الإخراج والتمثيل، ايضا عندك السينوغرافي بشكل عام منها الاضاءه الصوتيات الديكور والازياء، وايضا نعدهم علشان قادرين على كتابه النصوص المسرحيه. يعني اعداد كفاءات مسرحيه شبابيه قادره على التفاعل في مجال المسرح او حتى في كافه المجالات. طيب الحين نتكلم عن كيف ممكن نحن نستثمر طاقات الشباب، يعني في مثل ممكن هذه الورش او حتى هذا الاسبوع المسرحي الثالث، انهم يدخلوا في عالم التمثيل المسرحي. مثل ما خبرتك احنا الحمد لله في الاسبوع المسرحي الثالث ضفنا ورش، خمس ورش منها اساسيه ورش. اي نعم. خمس ورش أساسيات الإخراج، عدنا أيضا أساسيات السينوغرافيا وأساسيات كتابة النص المسرحي. نعم. وأساسيات التمثيل، وأيضا إضفنا إلى أساسيات المكياج المسرحي. نعم. خمس ورش إن شاء الله راح تكون على خمس أيام طول. نعم. الأسبوع المسرحي. طيب عباس، يعني بشكل عام كيف تصف لإقبال وشغف وتهافت أيضا طلبة وطالبات الكلية التقنية بالمصنعة هناك لحضور مثل هكذا فعاليات تعنى أساسا بالمسرح أبو الفنون؟ والله نحن في التقنية المصنعة يعتبر الأسبوع المسرحي الأول والثاني والثالث هو من أهم الفعاليات اللي تكون معنا في التقنية في المصنعة. فيعني احنا أول ما ننزل إعلان عن الأسبوع المسرحي
الطلاب يحتجوا، يقول احنا ما نحصل مكان لان الاسبوع المسرحي ما شاء الله ما شاء الله. اي الاسبوع المسرحي تلعب بكره ابيها، ما بنتكلم عن الاسبوع المسرحي، اي مسرحيه تصير في التقنيه المصنعه المسرح في حب للمسرح، في حب للمسرح لان جماعه المسرح يعني ما شاء الله عليهم خصوصا في المصنعه متمكنين بشكل كبير. طيب يعني بما انه الحضور ايضا والجمهور متفاعل وموجودين في مختلف العروض المسرحيه التي تقدم، ماذا عن ثقافة أساساً المشاهد والحاضر أساساً لهذا المسرح، ثقافة الجمهور بشكل عام كيف تصفها أيضاً لي والمشاهد الكريم؟ والله الحمد لله رب العالمين، الطلاب في كلية التقنية والصناعة ثقافتهم جداً عالية في المسرح، فيعني لما يدخلوا المسرح عندك ما في عندنا فئة معينة مثلاً اللي هي الربشة والفول، هذه لا، هذه نهاية ما موجودة معنا في المصنعة، ثقافتهم عالية جداً في المسرح، في وعي، في وعي جداً جميل، يعني هذا الشيء اللي موجود عندنا في الكلية. أول ما تبدأ المسرحية خلاص المشاهد بصمت، يعني صار في مشهد ضحك يضحك، صار في مشهد مثلا المفروض هم يسكتوا وينتبهوا كلهم على نفس الشيء. جميل. طيب عباس، بما أنه يعني هذه النسخة مش مقتصرة على طلاب المسرح مسرح الكلية، فكيف أيضا تم اختيار الفرق المسرحية أنهم يشاركوا معكم في هذا الأسبوع؟ أيوة، احنا والله رسلنا دعوات للفرق الثانية الكليات. جميل. ولكن بعض الكليات اعتذرت بسبب المشاركات الخارجية اللي عندهم. أيوة. ووصلنا أيضا مع أكثر من كليات، فردت علينا كلية شو اسمها جامعة سحار، وإحنا كنا باغين فقط عرض واحد، فردت علينا جامعة سحار، قلنا خلاص نثبت على جامعة سحار لأن جامعة سحار بعد ما شاء الله يعني فرقة مسرحية قوية معهم. أيه. باع طويل أيضا في المجال المسرحي. أيه. في جوائز معينة رصدت لهذا الأسبوع، مثلا جائزة أفضل عرض مقدم وغيره؟ الجوائز الأسبوع المسرحي راح تكون 12 جائزة. ممتاز. اللي هي العرض أفضل عرض متكامل، وأيضا أفضل إخراج، عندنا أفضل نص، وأفضل سينوغرافي. ما حطينا أفضل سينوغرافي، السينوغرافي جزأناها إلى أربع أشياء اللي هي أفضل إضاءة وأفضل ديكور وأفضل أزياء وأفضل صوتيات، بالإضافة إلى أفضل عرض ممثل أول وأفضل عرض ممثل ثاني وأفضل عرض ممثل سوري أفضل ممثل دور أول ممثل دور ثاني وممثلة دور أول وممثلة دور ثاني. جميل. من الساعة كم راح تبدأ عروضكم إن شاء الله؟ طبعا إحنا الأسبوع المسرحي جزأناه، ان شاء الله الافتتاح راح يكون الساعه 12 يوم الاحد. العرض الاول راح يكون عرض موازي يوم الاحد الساعه 7. يوم الاثنين المساء راح يكون اول عرض منافس، راح يكون من مسرحيه هذيانها اخر الليل، راح يكون اول عرض ان شاء الله يوم الاثنين. يوم الثلاثاء الظهر راح يكون عرض جامعه سحار، اسم المسرحيه المنتظر. وايضا يوم الثلاثاء بالليل راح يكون عرض الثالث اللي هي مسرحيه بين السطور. اليوم الأربعاء راح يكون آخر عرض منافس بالليل مسرحية ورد. نعم. شكرا لكم، شكرا لوجودك اليوم معنا في برنامج قناة الصباح يا عباس، تمنياتنا لكم بالتوفيق أنت وأيضا زملائك القائمين حقيقة على هذا الأسبوع. عباس بن خميس العجمي مسؤول العلاقات العامة بجماعة المسرح بكلية التقنية بالمصنعة بمحافظة جنوب الباطنة، شكرا لك. شكرا يا عباس. مستمرين متواصلين معكم أيها الكرام في برنامجنا، نصول بكم ونطوف أيضا إلى مختلف المحطات والوقفات الحوارية، ولكن بعد الفاصل نواصل، فخلوكم معنا.
الطفلة اليابانية الصغيرة أن تصبح أصغر لاعب محترف للعبة جو الاستراتيجية في العالم، وذلك بتسجيلها ضمن قائمة مصنفي اللعبة في أبريل نيسان المقبل، ويكون عمرها آنذاك 10 سنوات. سوميري ناكامورا الطالبة المدرسية التي تبلغ 9 أعوام الآن قالت في مؤتمر صحفي بالعاصمة اليابانية طوكيو إنها تأمل في الفوز بلقب في هذه اللعبة، بينما هي لا تزال في مرحلة تعليمية مبكرة. وستلتحق ناكامورا ببرنامج خاص تديره جمعية جو أسوسيشن في اليابان لتبدأ التدريب من أجل احتراف اللعبة مع بداية أبريل نيسان. ويحترف والدها شينيا ناكامورا أيضا هذه اللعبة، وقال إنه لم يكن يتوقع أن تصبح ابنته محترفة لها بهذه السرعة. وتقول وسائل الإعلام المحلية إن ناكامورا ستكسر بذلك الرقم القياسي لأصغر لاعبة، والذي حازته مواطنتها رينا فوجيساوا عام 2010 عندما كان عمرها 11 عاما. حياكم الله من جديد مشاهدينا الاحبه، احنا صورتنا نوجه لهم كل التحيه حقيقه، كل التحيه لهم بالفعل ومبدعات في اخذ كذا الزوايا الجميله. يعني شاهدنا الان هذه التصاميم الازياء النسائيه الجميله، وهذه المره ان شاء الله راح نكون قريبين من حب الفن وايضا تصميم الازياء النسائيه مع ضيفتنا الكريمه هدير بنت سالم الجابريه مصممه ازياء. اهلا وسهلا فيك يا هدير، وصباحك جميل. صباح، احب اصبح عليكم، اصبح على متابعين شاشه قناه عمان، وشاكره لكم على هذا اللقاء الجميل والاستضافه الحلوه. أهلاً واجب يا هدير، واحنا سعداء ايضا بوجودك اليوم معنا في برنامجنا مباشره. اول شيء سؤال نتكلم عن البدايات، ايش اللي استهواك في هذا المجال؟ لماذا ما رحتي الى مجال اخر؟ لا، بدايتي كانت اللي هي لشغف، دائما اي ابتكار او اي ابداع يبدا منذ الطفوله بموهبه. فبدايتي كانت كنت شغوفة بحب التصاميم، كنت حتى بعض القطع الموجودة عندي في المنزل أضيف لها مثلا لمساتي الخاصة. فكبرت بهذا الشغف، لاحظ بعض الأهل تصاميمي فجات الفكرة في بالي. لكن ما هذا متى كان بالضبط؟ يعني إذا تتكلم عن الشغف كان منذ الطفولة، لكن إذا تتكلم على التطبيق على أرض الواقع كان تقريبا في 2016، وشاركت في معرض تألقي الحمد لله، ونلت على استحسان الجميع. لكن دائما أي قصة إبداع أو أي قصة نجاح تأتي من بعض المحن، كانت الفكرة عندي إني مجموعة من التحديات والصعوبات. أيوة. ممتاز. كانت الفكرة عندي منذ طفولتي، لكن ما فكرت إني أنا أطبقها في يعني في الوقت الحالي، إلا بعد ما كانت ملهمتي الأولى والدتي الله يحفظها إن شاء الله. اللهم آمين يا رب. مرت بظروف صحية صعبة شوي، فحبيت إني أنا أحول هذا الحزن لسعادة لها. الله يعطيها الصحة والعافية. فطلبت مني إني أنا خلاص يعني دام هذا الحلم طال معك، خلاص الحين صار الوقت انك انت تطبقين على ارض الواقع. فكانت مفاجأة بالنسبة لها، ابتكرت حتى اسم مشروعي، اول حرف من اسمها واول دمجته مع اول حرف من اسمي. شو اسم المشروع؟ ام اند اتش. ممتاز. ايوه. ف
يعني صارت الفرصة وقلت لها فجأة بعد طبعا التحضيرات كانت شوية البداية صعبة مش سهلة أني أنا أبدأ هذا المشروع، والحمد لله اعتمدت على نفسي اعتماد كلي يعني، وبدأت حتى من الصفر من مبلغ بسيط جدا. فشوي شوي كنت متوترة صراحة في البدايات وخائفة أني أنا أدخل خطوة مثل هذه، بس الحمد لله أول خطوة كانت لي مشاركتي في المعرض. أول ما لقيت إقبال على تصاميمي والحب الكبير من المتابعين كبر معي هذا الحلم، وبدأت أصمم تصاميمي لمختلف الطبقات. جميل. طيب تذكري إيش هي أول قطعة عملتها على أرض الواقع؟ أول قطعة صراحة هي يمكن كان الفستان صغير للأطفال، أطفال عيال خالتي الله المرحومة، فكنت حابة أني أنا يعني في هذاك اللحظة دائما أنا خضيت أن كل لحظة حزن أعوضها بلحظة سعادة أطلعهم من هذا الجو. فالحمد لله كان يعني اللي هو فستان كيوت وكبير على قد في البدايات يعني، بس الحمد لله يعني شوية شوية بدأ ينال على إعجابهم. نعم ممتاز. طيب الحين نتكلم عن أزيائك بالضبط وتصاميمك يا هدير، إيش اللي يميزك ربما عن المشتغلات في والعاملات في هذا المجال؟ مثل ما قلت لك أنا شغوفة بحب التصميم، شغوفة جدا لدرجة أن بعض التصاميم أصممها بنفسي، بنفسي أشتغل عليها. ممتاز. قد يلجأ البعض العاملين معاهم كذا، لكن أنا صمموا ويخلوا شخص آخر ينفذها. لا أنا أصمم وأنفذ في نفس الوقت. أيوة يعني مثلاً بعد ما أصمم القطعة طبعاً تحتاج وقت ساعات يومين، وساعات هذا فقط تصميم، ساعات يومين وساعات أسابيع. فأخذ هذه القطعة أشتغل عليها بنفسي شوية شوية أشتغل عليها عشان يعني على الأقل حتى أرضي نفسي. جميل. طيب بما أنك أنت جايبة لنا بعض النماذج وأيضا تصاميمك الجميلة بألوان جدا زاهية ورائعة، إيش رأيك نتكلم عنها الحين؟ راح تظهر على شاشة البرنامج بكل وضوح. يعني هذا التصميم الأول الثاني والثالث، كيف تستوحي أفكارك من خلال هذه التصاميم، وأيضا إيش هي الأقمشة اللي دائما تحب أنك أنت تستخدميها؟ في البداية نتكلم عن التصميم الأول اللي لونه كذا أصفر. التصميم الأول يعني ممكن أن أحد يلاحظ أنه أخذ مني مثلا مجهود أو شيء، لكن أذكر أن هذا التصميم صممته في يومين. أكيد أنت عارفة أن الحين رجعنا على الأزياء التقليدية، فصارت موضة الأزياء التقليدية، فأنا حاولت أني أنا أدمج بين الشيء التقليدي وبين الشيء المعاصر، يعني أني أنا أرضي وأوازن بين الطرفين. فهذه القطعة اشتغلت عليها هي قطعة كريب. طبعا أنا ما عندي قطعة مفضلة إن واحد يعني اشتغل عليها، هو على حسب التصميم. أنت إيش مصممة تشوف القطعة اللي تناسب هذا التصميم. فركبت عليها، هذا شغلي أنا طبعا بنفسي مثل ما قلت، ركبت عليها بعض الخرز وحاولت إن الحين حاولت كل ما الشيء كان بسيط كل ما كان أفخم. فاشتغلت عليها بنفسي يعني وركبت الخرز بنفسي. استخدمت القماش الهندي حتى في التصميم الثاني صحيح؟ أيوة بالضبط. التصميم الثاني اللي استخدمت القماش الهندي، بالإضافة إلى دخلت عليه قطعة اللي تحت. وأذكر أن هذا أنا كنت أول تقريبا من أوائل المبتكرين هذا التصميم، لدرجة أني لما كنت حتى أطلع على الموضة والأزياء بعد فترة طلعت الموضة لهذا التصميم. فكان عبارة عن قطعتين نفس الشيء، أحب أستخدم ألوان عدة أكثر بين الألوان وأدخل اللي هي الخرز في هذه الأقمشة. لكن بشكل عام اللون المحبب لك شو هو؟ يعني لو جمعنا جميع تصاميمك أمامنا الآن شوف نشوف أكثر لون موجود. متنوع بين الألوان. متنوع، ما في لون معين على حسب لا أنا أستخدم الألوان أشوف للزبون اللي قدامي لون البشرة الألوان المحببة، لا مش أروح على ذوقي أنا، ممكن أنا أقترح أضيف
لكن في الأول ما عندك تصاميم جاهزة أساساً من غير لا يطلبك مثلاً الزر؟ لا ما صعب إنك، لأني أنا اللي يميز شغلي إني أنا أطلع من كل يعني مثلاً هذا من كل تصميمي قطعة واحدة فقط يميز الزبونة. جميل. يعني أيضاً هذا التصميم آخر باللون الأبيض، وايد أحب اللون الأبيض جداً، أن يكون فخم بصراحة كذا تقريباً زي مغربي صحيح؟ أيوة بالضبط. هذا بالضبط نفس الشيء، احتاج اللي هو هذا، استعنت بالعاملين طبعا في اللي هو الشك اكثر شيء نفس ما نشوف. وطبعا اللون الابيض هو دائما لون زاهي اللي هو يبرز في اللبس، بالاضافه ايضا اني انا اصمم عبايات طبعا، يعني حاولت اني انا اخذ يعني اشياء متنوعه، فصممت ايضا لي اكثر من عبايه، بس فضلت اللي هي عبات الاعراس، لان عبات الاعراس الحين اللي هي حتى تستخدم في الاشياء اليوميه اذا كانت بسيطه. طيب ايش الاساسيات اللي لازم الوحده انها لما تريد تشتغل في هذا المجال انها تلتزم فيها بحيث تصل الى مراحل متقدمه من الاتقان والجوده يا هدير؟ أذكر أني أنا الأساسيات اللي لازم تلتزم في أول شيء، تعرف أنه مش أي شيء سهل، فتكون قادرة على مواجهة التحديات والصعوبات. ممكن تلاقي دعم وممكن ما تلاقي دعم، فلازم هي تكون ملهمة نفسها الأولى، الدعم الأولى والأخيرة لنفسها، تبدأ أنها تحدي نفسها، تتحدى مع نفسها وتبتكر في هذا الموضوع، لأن مثل ما قلت أن الحين كل ما تمر فترة كل ما الموضة تتغير. صحيح. وممكن أشياء تصير أجدد، ممكن نرجع مثلا للسنة الماضية، فلازم تكون حتى مطلعة على العالم الموضة والأزياء. ممتاز. وأعتقد من التحديات أيضا التسويق الجيد، أعتقد أنتم لازم بالضبط تكون لكم منصات تسويقية مختلفة ومتعددة كالمعارض ومواقع شبكات التواصل الاجتماعي. أيوة. وغيرها. صحيح؟ صحيح. لك حضور بالضبط فيها ولا لا؟ أيوة بالضبط صح، لكن أنا اتبعت اللي هي مش يعني اللي يميزني عن غيري مثلا أني أنا مش أبالغ في الأسعار. أسعار تكون مناسبة كل الطبقات. وبعض لاحظت أنا في الوقت الحاضر أن بعض المصممين تكون في مبالغة جدا في الأسعار، فهذا يخلي الزبون أنه ينفر منك. في البداية ممكن يعني شوي تأخذ اللي هي فايدتك بتكون بسيطة، بعدين ومن حقك طبعا، من حقك، لكن أيه. المبالغة الزائدة ممكن أن إيش تخليك تكسب اللي هي طبقة بسيطة من المجتمع، وهذا يعني ما يعتبر نجاح أبدا. فلازم في البدايات تجي على نفسك شوية، ترضي نفسك وترضي الزبون، في نفس الوقت أنك تحاول تكسب أكبر طبقة طبعا. طيب تتأثري بخطوط الموضة؟ أتأثر، بس لأن إحنا في مجتمعنا الحاضر يعني تكونين مقيدة ساعات بأشياء ما تقدرين تتخطينها، لأن إحنا في مجتمع محافظ مثل ما تعرفين. فيعني مثلا إذا شفت مثلا كلمحة مثلا بس تصميم عجبني، أحاول أني مثلا إذا كان مخالف للمجتمع فأحاول أني أنا أضيف عليه بعض الأشياء المقبولة، بحيث أنه يكون أضفت يعني لمسيت الخاصة فيه. ممتاز. الحين عندك العبايات، وإيش بالضبط ذكرتي؟ عبايات، وعندي اللي هي اللبسات، الأزياء التقليدية الغير تقليدية. في عندي أكثر من تصميم، بس لأني أنا حبيت أني أنا أبرز الأشياء اللي ممكن الحين يعني تستخدم بكثرة في وقتنا الحاضر. طيب تفكري أنك تدخلي أيضا مجال تصميم الفساتين، فساتين المناسبات والأعراس؟ بالضبط، أنا دخلت تصميم. أيوة بالضبط. دخلت يعني صممت تقريبا قولي فستانين. أنا أعتقد هذا المجال أصعب ممكن من ملابس الكاجوال والعملية أكثر. بالضبط. لكن الحين لو تلاحظي رجعنا على استخدام اللي هي يعني ممكن أني أنا أستخدم قماش قطعة واحدة. أيوة. بسيط ما في أي شيء،
لكن يبرز عليش أكثر من أني أستخدم قماش أضيف له أو أعدل فيه أو أغير اللون. مثلاً ممكن المخمل صحيح أو حتى القماش الهندي لأنه خلاص هو مزخرف في تصاميم كثيرة أو رسومات كثيرة، فأنت ما تضيفي في أي حاجة. بالضبط، أنا كنت راح طفع النت يعني، بس ما حالفني الحظ أني أنا أجيب، كنت مصممة فستان أسود مخمل أسود. إيه؟ الطبقة اللي تحت كانت لونها مخمل أحمر. إيه؟ ضفت عليه بعض الخرز الأسود على الظهر، فأعطى يعني فخامة، والأسود يعني غني عن التعريف. نعم صحيح، يعكس الفخامة. صحيح. على طاري يعني الكلام اللي ذكرتي قبل شوية، يعني تضيفي أيضا قدر الإمكان في تصاميمك نوع من الإكسسوارات الأحجار القديمة، تطعميها أيضا في أزيائك بحيث تكون أيضا لها لمسة جمالية تضاف. الإكسسوارات أيوة، بعض الأحجار الكريمة بعدني أني أنا ما اتخذت هذه الخطوة، لأن بالنسبة لي أنا شوي فيها صعوبة، لأن تحتاج أنك أنت تدقق ويكون عندك اللي هو الحس ذوقي رفيع جدا أنك تناسق بين الأحجار الكريمة. فإن شاء الله هي راح تكون خطة مقبلة إن شاء الله بإذن الله. بس حاليا يعني استخدمت أيوة فعلا اللي دخلت بعض الاكسسوارات على العباية. جميل. في مصممين معينين تحب انك تتابعيهم اول باول؟ انا اللي احس ان التصاميم دائما تعجبني المصمم الكويتي يوسف الجسمي غني عن التعريف طبعا. جميل. كيف تطورين وايضا وتنمين مهاراتك وقدراتك بين الفتره والاخرى؟ اول شيء عشان تكون هذه الخطوه بشكل صحيح لازم اكون اني انا مطلعه في عالم الموضه والازياء، لان عالم الموضه والازياء يتغير بين فتره وفتره، فكل ما اطلعت اكثر كل ما اكتسبت مهاره اكثر، كل ما خذيت معرفه اكثر، كل ما اطلعت على ثقافات اخرى، كل ما حاولت حتى تدمج بين الثقافات، فكل ما يعني صار عندك يعني كثرة هذه المعرفة تعكس على طابع التصاميم بشكل رائع. تعاني من بعض التقليد من بعض المصممات ربما أو لا؟ التقليد من بعض المصممات يعني لا. واجهتك سالفة موقف في هذا الجانب ولا لا؟ لا الحمد لله لحد الحين لا، إن شاء الله ما أواجه ولا أي أحد يواجه هذه الخطوة، لأن أتوقع أن هذه خطوة صعبة بالنسبة إذا كانوا مبتدئين يعني. هو مسألة التقليد ممكن يعني إذا الماركات العالمية يتم تقليدها، فأحس يعني الموضوع دام أنت عملتي الأول هو الصح دائما. هو شوفي إذا كان في يعني أنا أحب طبعا، أنا من البداية قلت اتخذت مسار ثاني غير عن المصممين، اني انا كل يعني طبعا اصمم اعداد مثلا كبيره، يحتاج مني اصمم اعداد كبيره اذا بصمم تصميم واحد لكل زبون، فانا اتخذت هذه الخطوه بحيث اني اصمم لكل زبون قطعه واحده. تعرف الموقف محرج، من فتره جاتني زبونه تقول لي اريد التصميم اللي كان كنت شايفينه على زبونه اخرى. فهنا هذا اصعب موقف ممكن يتعرض له المصمم، يحاول انه يبتكر يطلع شوي برا يعني برا السقف برا المعتاد عشان يرضي هذا الزبون، والحمد لله نلت على رضاها، فهذا بالنسبه لي يعني نجاح كبير، واذا تم تقليدي بالعكس اكون فخوره يعني بهذا الشيء. بالضبط، الاصل هو دائما كذا. طيب هدير، يعني سؤالي برايك، هل الموهبه ايضا فقط ممكن تكون هي من تصنع مصمم ناجح أو مصممة ناجحة؟ لا، مش الموهبة فقط، مش الموهبة فقط. أنا أوكي كان عندي شغف، كان بس أذكر إن المحن الصعبة والمواقف الظروف الصعبة اللي يتعرض لها الإنسان يخلي منه إنسان مبدع، يخلي منه إنسان يعني مبتكر لأشياء جديدة ممكن إنه يعني تزيد من شخصياته وتسقل مهاراته. فأنا ملهمتي الأولى والأخيرة مثل ما قلت هي لولاها يعني ما كنت ممكن إني أنا أدخل هذا المجال، والدتي ومساعدة أختي وإخواني وزوجي، فالحين الدعم الأسري مهم جدا. لكن في حال إحنا نقول في حال إن ما لقيت المصممة دعم
أسري أو شيء، تكون هي ملهمة نفسها الأولى وداعمة نفسها، وإذا كانت هي قوية فراح إن شاء الله تتغلب على التحديات والصعوبات. نعم. ماذا عن مشاركتك في مختلف عروض الأزياء أيضا التي تقام في السلطنة بين الفينة والأخرى؟ أيوة، مشاركاتي لأني أنا كنت مشغولة بدراستي، طبعا أنا خريجة بكالوريوس إدارة أعمال وتقنية معلومات، بعيدة جدا عن هذا التصميم، فكنت شوي مشغولة في الدراسة، فما صارت لي الفرصة أني أنا معنا تكون في اللي هي عروض أني أدخل معارض، لكن ما يعني ما لقيت وقت كافي، لان هذا يحتاج وقت كافي ويحتاج انك تشتغلين اكثر على نفسك، بس يعني دخلت معرض تألقي والحمد لله، يعني كل القطع اللي عندي مع اني كانت اول خطوه لي، بس لقيت الحمد لله هذا اللي زاد ثقتي بنفسي اكثر. جميل جميل، احنا شاكرين وجودك اليوم معنا. اشكركم. هدير بن سالم الجابرية، مصممة ازياء، عندك حساب صحيح على الانستغرام؟ ايوه. ايش اسمه؟ ام اند اتش. ام اند اتش. جميل، شكرا لك يا هدير. اذا مشاهدينا الاحباء، نحن ايضا نتواصل معكم في قهوة الصباح، الان راح ناخذ فاصل وبعدها ان شاء الله راح نرجع لكم الى محطتنا الحوارية الاخيرة. خذ بيدي لأعيش مثلك، لسان حال فئة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين وإن حرموا من نعمة إلا أنهم قادرون على العطاء والاندماج في مختلف مجالات الحياة، أسوة بأقرانهم الأصحاء متى ما وجدوا الرعاية والاهتمام. هذا ما تعكف عليه الجمعية العمانية لذوي الإعاقات السمعية من خلال البرنامج التدريبي للغة الإشارة، والذي دشنته الجمعية في فرعها الجديد بولاية الرستاق كباكورة أولى المناشط والفعاليات لرعاية ذوي الإعاقة السمعية بمحافظة جنوب الباطنة. تعلمت لغة الإشارة الكثير، وأنصح الجميع بتعلم لغة الإشارة لدمج فئة الصم مع مجتمع الناطقين، والشكر موصول لجمعية العمانية لذوي الإعاقة السمعية. شاهدت بعض الأخوان والأخوات من ذوي الإعاقة السمعية يتحدثوا فيما بينهم بالإشارات الخاصة لديهم، فأنا من نفسي أقول يعني كيف أنا أتعلم هذه الإشارات السريعة. فالحمد لله بديت هذه الورشة اللي هي ورشة تعليم لغة الإشارة، استفدت استفادة كثيرة، بحيث أن إذا صادفت إن شاء الله في أي مكان شخص من ذوي الإعاقة السمعية أقدر أتواصل معه أو أقدر أخدمه بالشيء البسيط. برنامج نظري وآخر تطبيقي لأساسيات لغة الإشارة والتعامل مع فئة الإعاقة السمعية قدمها مختصون مؤهلون في نقل أثر التدريب للمشاركين، وذلك على مدى أسبوعين، حيث كان للبرنامج العملي لهذه الدورة أثره في التفاعل والقدرة على أن تكون لغة الجسد وسيلة بديلة في التخاطب مع فئة الإعاقة السمعية، وقادرة على جعل الأصم ناطقا بهذه الإشارات والحركات كلغة إنسانية عامة. عم أتعلم لغة الإشارة عشان أتواصل مع ذوي الإعاقة السمعية، وعشان أتواصل مع صديقتي لأن هي من ذوي الإعاقة السمعية، وعشان يكون سهل علي أني أفهمها وتفهمني. حلو الواحد يتعلم أنه لغة يفهم الآخر عشان سهولة التواصل، نفهم نحن شو بدون هنا ونحن شو بدنا. استفدت استفادة كبيرة في لغة الإشارة، كوني إنني مدرب سياقة أطمح بأكثر للاستفادة. أشكر الجمعية العمانية لذو الإعاقة السمعية شكر كبير جدا لا يوصف، كونها إنها تواجدت هذه الجمعية داخل جنوب الباطنة. البرنامج التدريبي هذا والذي كشفت المشاركة الواسعة فيه شغف مختلف فئات المجتمع للتطوع، وأن يكونوا مثالا للشباب المتطوع الذي يقتطع جزءا من وقته وجهده لتقديم الخدمة لمن هم بحاجة إليها من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدين أن أبناء المجتمع يد واحدة، وأن قيم التكاتف سمة وطابع أبناء عمان من أقصاها إلى أقصاها. لبرنامج قهوة الصباح، عبد الله بن عامر الويهي، ولاية الرستاق، محافظة جنوب الباطنة.
عودة لكم مشاهدي الكرام وتحية صباحية أيضا لكل من يتابع برنامج قهوة الصباح. نصول بكم ونجول إلى مختلف المحطات والوقفات الحوارية في برنامجنا. هذه المرة سنتحدث عن قصة جدا جميلة ورائعة حقيقة، عن سفينة أرست ربما منذ 30 عام في جامعة السلطان قابوس، تزين هكذا مبنى هيئة التدريس هناك. بمجرد ما دخولي زمان إلى جامعة السلطان قابوس أول سنة لفت انتباهي وشد انتباهي وجود هذه السفينة الأنيقة الجميلة التي صنعت بإبداع حقيقة. وكنت أتساءل يعني شو حكايتها، شو قصة هذه السفينة، لكن مع الأيام أكيد اكتشفت السر الحقيقي وراء هذه السفينة، كون الأستاذ ياقوت بن سليم الغيلاني هو من قام بصنعها. تفاصيل هذه السفينة الزاهرة مشاهدينا الكرام اسمها كذا بوجود ابن صانع هذه السفينة الأستاذ عبد الباري بن ياقوت الغيلاني. حياك الله أستاذ عبد الباري، وسعداء جدا بوجودك اليوم معنا في برنامجنا. أنا مسعد بكم ونزوركم حي الإعلام. حياك الله معنا وجامعة السلطان قابوس. لا لتعريف عن السفينة الزاهرة، نعم، التي رست في على بحر الجامعة، بحر العلم، بحر المعرفة، صحيح، بحر الثقافة، صحيح، وهي جامعة السلطان قابوس. حياك الله معنا. اللهم يحفظه ويأتي الصحة والعافية. آمين إن شاء الله. طيب أستاذ عبد الباري، يعني مثل ما ذكر سيف، هو كان متشوق إنه يعرف هذه القصة، قصة هذه السفينة، وأيضا نحن متشوقين في البداية أن نحن نتعرف عن هذه السفينة وقصة هذه السفينة، سفينة الزاهرة. نحن يعني بعطيكم تعريف من البداية عن الوالد. طيب. وبعدين ما نجي عن السفينة. نستذكر ذكريات الوالد. نعم. الذي قام بصنع هذه السفينة. خلابتي عن الصناعات وعن صناعة السفينة. ممتاز. أول ما نبدأ عن حياته. نعم. حياة الوالد. ممتاز. الوالد عاش مع والده. وتعلم علم القرآن مع والده وهو صغير. وبعد ذلك تعلم علم الصناعة مع والده وهو عمره 14 عام. واستمر معه في النجارة، وكان هو ماهر في النجارين. نعم. حتى أصبح 35 عام وأصبح الأستاذ مور، اعتمد على نفسه. نعم. الوالد وأيضا سافر إلى اليمن، وكان صانع مراحل كي سفر، كان صانع السفن في اليمن. وتعلم علم الفقه في اليمن، وبعدين وبعد ذلك عاد الى وطنه صور. نعم. الوالد اول من صنع صناعه البوم وهو في صور. صناعه البوم هو الوالد ياقوت. نعم. صناعه البوم هو اللي صنعها في صور، ما صنع الا الوالد ياقوت. الوالد ياقوت، نعم، صنع صناعة البوم أول، صناعة الغنجة، صناعة البدن. نعم، يعني هناك أنواع عدة لنوضح فقط للمشاهد الكرام، للسفن العمانية الخاصة التي تشتهر بها مدينة صور، مدينة الغنجة والسبوق والبدن. نعم نعم، تشتهر بالبوم، بالغنجة، بالسبوق، بالبدن. نعم. ألا تشتهر بها ولا الصور. والوالد كان يصنعين كلهن؟ كان الوالد، نعم، الوالد هذه الأربع كلها كان يصنعها. كل صناعة السفن الوالد ممكن فيها صناعة السفن. الوالد أول يعني عن نتكلم عن الزاهرة. جميل. أنا حاب في الموضوع نتكلم عن الزاهرة. نعم. هذه الزاهرة من ديوان البلاط السلطاني. نعم. لأن يعرفوا إن الوالد صانع. أيوه. ماهر، يعرف الصناعات. والآن ما حد فصور، فأذاك الوقت ما حد إلى الوالد، فطلب منه إنه يصنع للسفينة السفينة هي للجامعة السلطان قابوس، اللهم يحفظه ويعطي الصحة والعافية. اللهم أمين يا رب العالمين.
الوالد هذه هي نشوفها مع المشاهد الكريم على الشاشة، هذه السفينة التي تزين أيوة، هذا على الشاشة الآن على التلفزيون، وهذه على الشاشة، هذه هي ومقرها هناك من يومها إلى يومك هذا موجودة تتزين بها جامعة السلطان قابوس. يعني أنا حاب في الموضوع أيضا سعد الباري أن هي حرفة متوارثة أبا عن جد. الآن أنت حتى شخصيا صانع سفن صحيح؟ أنا تعلمت مع الوالد لكن مو بصانع، لكن كان مع الوالد أعرف الأشياء هذه. فلما يا طلب فلبى الوالد طلب ديوان البلاط السلطاني وقام بالاجتهاد بهذه السفينة بكل دقة من أحسن الأخشاب الساي، يعني أحسن أخشاب الساي، وجلس عليها جلسة لمدة ست شهور ما شاء الله، ست شهور يعني مدة طويلة. أيوة. كان أنا مساعد ها بروحه فكان أنا مع مساعد أقبض عليه مني بس أيوة. ما حديث جد، لأن هذه السفينة هم لجامعة السلطان قابوس. طالما لجامعة السلطان قابوس كل ما عندي من جهد أحط به. هذه الجامعة التي تحمل اسم مولانا المعظم. حتى كتب عليها كتابة، عرفت؟ يعني لجامعة السلطان قابوس وسماها الزاهرة، هو سماها الزاهرة. أيوة. الوالد كيف سميت الزاهرة؟ أيوة. بغيت أسألك أنا كيف الوالد سميت الزاهرة؟ أي صح. قال لي وين رايحة؟ وهذه وين رايحة؟ هي رايحة بحر العلم، بحر الثقافة، بحر المعرفة. هذه ما جامعة السلطان قابوس، لازم كل جهدي ما يمكن أعطيه في هذه الجامعة. وفعلا الحمد لله قاموا بجهد والنقشات الجميلة والأشياء الجميلة والحمد لله اللي خلصت وسلمناها هذه الجامعة. قالوا هذه جميل، هذه الكتابة كتب عليها روحه نقش جديدة. هذه الزاهرة ممتاز، وهذه هي صورة الوالد، وهذه صورة الوالد يا أبو، مع هذه السفينة طبعا سفينة الزاهرة بجامعة السلطان قابوس 30 عام، وهي موجودة هناك في الجامعة. بدأ الوالد فيها، هذه بدأ فيها 1987 عرفت، سلمناها 1988 30 عام الحين دخلت في 31 عام. ما شاء الله هذه السفينة جميل، والحمد لله الوالد ما قصر، اجتهد فيها كل اجتهاد فيها لأنه رايح جامعة السلطان قابوس. جميل. يعني ما شاء الله أيضا أكيد كنت تروح البحر كثير صحيح؟ نعم تروح البحر كثير. نحن أرسول نحن طبعا نحن أرسول نحن بالبحر، نحن أهل البحر صحيح، نحن أهل سفن صحيح، هالصور كلهم هالسفن والحمد لله كلهم أسفارهم في البحار في الخشب كلهم هالصور، وهم الذي هم أصحاب السفن. أيوة. صح، لأن سافروا إلى أفريقيا، سافروا إلى السواحل صحيح، سافروا إلى الهند، سافروا دول الخليج، تاريخ عميق، حتى وصلوا حتى يعني والله خبرونا والدي يقول حتى وصلوا إلى الصين. أكيد في قصص يعني وايد وذكريات وايد كثيرة يعني وصلوا أساساً وصلوا في البحار، ألا صور بالذات. أيوة. إن واخذ صور كانوا ناس فاهمين صحيح. عرفت، وأكثر يحبوا البحار. نعم. وأكثر كل تجارتهم وسفنهم كل في البحر. والحمد لله فهم يعني تاريخ كبير وعميق، ولربما القصص أيضا لخير برهان ودليل وشاهد. الآن أنتم هناك في صور، يعني مدينة صور من المدن الساحلية المشهورة جدا على المحيط الهندي، فتشتهر بمجموعة من السفن مثل ما ذكرنا سلفا، حتى سفينة الغنجة اللي من خلالها تم تحديد أيضا سفينة بشرى الخير. الحين وين موجود على المتحف البحري في صور؟ متحف خاص بحري موجود في صور بمكان مشاهد كريم سور. أيوة هذا من السفن القديمة، هذه فتح الخير يمكن فوق 50 سنة قريب 60 عام الحمد لله. يعني صحيح سفينة فتح الخير يعني ما تغير شيء فيها لأنه معمولة من الساج، من خشب الساج. أيوه هذه خشب الساج لو يجلس 200 سنة
ما يتأثر أبدا، حتى في البحر ما يتأثر هذا الخشب السيء. فهرصور قال صناعتهم إذا صنعهم خشب من الساق ما يجيبوا شيء ثاني غير إلا كل شيء. هذه تم منحك إياها من جامعة سلطان قابوس، تكريم خاص من سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس جامعة سلطان قابوس، قام بتكريمك نظير يعني جهود أيضا الوالد في صناعة هذه السفينة، صحيح؟ الله يعطيه الصحة والعافية. يعني نعم. جميل، الحوار كان معك جدا شيق والموضوع ايضا جدا جميل استاذ عبد الباري بن ياقوت الغيلاني صانع سفن تقليديه. نعم. شكرا على وجودك اليوم معنا في برنامج قهوه الصباح، وايضا سلامنا لاهل صور وايضا لكل من يتابعنا في مختلف الولايات ومحافظات السلطنه. وانا ايضا وانا اشكركم. شكرا شكرا لك. واشكركم واشكر الهيئه الاعلاميه وجامعه السلطان قابوس الذي امنت الى هذا المكان الطيب لمقابلتنا، والله يخليكم ان شاء الله. تشريف تشريف. شكرا لك وشكرا لوجودك اليوم معنا. واتمنى في الاخير لمولانا صاحب الجلاله السلطان قابوس الصحه العافيه، ويمده الله بالامر المدين ان شاء الله. الله يحفظه. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين. اكف الضراع طبعا، نرفع المولى القدير بن يحفظ مولانا المعظم ويدومه دائما. الله يحفظه ويحفظه. والله يعطي الصحه. عبد الباري بن ياقوت الغيلاني ابن الاستاذ ياقوت بن سليم الغيلاني صانع سفينه الزاهره بجامعه سلطان قابوس، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، يعني دائما هكذا هم العمانيون، يعني مثل ما ذكرنا حرفه متوارثه ابا عن جد، هم الذين يعني مخروا عباب البحار وسطروا أيضا إنجازات ونجاحات كبيرة وعميقة تضرب بها الأمثال ويذكرها التاريخ. مشاهدينا الكرام، إذن بذلك وصلنا إلى ختام برنامجنا يا حوراء لهذا اليوم ولهذا الأسبوع. إجازة سعيدة أرجوها لي ولحوراء ولطاقم العمل ولكم أنتم مشاهدين الكرام في أمان الله. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. آمين إن شاء الله. شكرا لكم شكرا لكم متابعين. نجار وصبوعي ذهب، وينك طواش الذهب؟ نجار وصبوعي ذهب، وينك طواش الذهب؟في صنعة يدي يا سمعي سحر وعجب، رسام في صنعة يدي يا سمعي سحر وعجب. أصلا سفن دنيا وكوتية وبدن، أصلا سفن دنيا وكوتية وبدن، نجار وصبوعي ذهب وينك طواش.